يوم جميل ومنظر جميل جدا جدا جدا. انا سعيد بيكم والله العظيم، ومتشرف بيكم جدا والله، ومش عارف اشكركم ازاي. مش لا والله انا مش عارف اشكركم كلكم ازاي. شايف قدام مني شباب وشابات واعمار مختلفه، حتى لسه كان يعني متطوع صغير جدا جدا كده بيقول لي احنا موجودين يعني. لكن خليني اقول لكم حاجه مهمه قوي. احنا المصريين بياكدوا كل يوم، المصريين كلهم باختلاف يعني باختلاف طبقاتهم، يعني اللي موجود قدام مني هنا شريحه من كل المجتمع المصري، رجال اعمال على القطاع الخاص على الدوله، الدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا في وقت صعب. كل الشباب بتتصور معايا في وقت صعب. النهارده انا كان لازم ان انا اجي اشكر واقدر لكم كل اللي بتعملوه وكل اللي هتعملوه، ان احنا نساهم في تخفيف الازمه الكبيره اللي بتمر بيها الدنيا وبتمر بيها مصر، غلاء الاسعار، ان احنا نبقى موجودين ونلف على البيوت كلها.